مشاهدينا، هذه نشرة الخامسة من قناة ليبيا. البداية بالعناوين: تسجيل وفاة جديدة و16 إصابة بفيروس كورونا، وعدد الإصابات يجتاز حاجز 400. النجار يؤكد تفاقم الوضع الوبائي في ليبيا ويصفه بالحرج. الموافقة على حجر المصابين في سبها 3 أسابيع كاملة حتى التأكد من شفائهم. أهلا إلى التفاصيل. أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في بيانه 98 تسجيل 16 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك ضمن 687 عينة استلمها أمس. كما أعلن تسجيل حالة وفاة داخل غرف العزل بمعتيقة، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6 حالات. المركز الوطني أهب بالمواطنين إلى ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، والتي تشمل حظر التجول ومنع التجمعات والحجر المنزلي والتباعد الاجتماعي، والاستمرار في عمليات التعقيم والتطهير والنظافة الشخصية. قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين النجار إن الوضع الوبائي تفاقم نتيجة الازدياد الملحوظ في عدد الحالات اليومية، مؤكدا أنه مؤشر خطير على سرعة انتشار المرض. وأوضح النجار أن المرض لم يخرج عن السيطرة بعد وفق المقياس الوبائي، لكنه حرج، مشيرا إلى أن فرق الرصد والتقصي تبذل جهودا كبيرة في تتبع المخالطين وحجرهم. النجار بيّن أن هناك موجة من التشكيك في نتائج المعامل الخاصة باختبار كورونا أدت إلى عدم التزام المواطنين بالحجر الصحي واتباع الإرشادات الصحية، مطالبا الجهات الأمنية والضبطية بالتصدي لكل من يشكك في هذه النتائج، ومضيفا أن بعض المواطنين لديهم مناعة قوية بحيث تظهر التحاليل إصابتهم بالمرض، وعند إعادة التحليل بعد 24 ساعة يظهر خلوهم من الإصابة. أفاد مصدر طبي لقناتنا بأن الإصابة بفيروس كورونا التي سجلت في مدينة البيضاء تعود لسيدة من بنغازي قادمة من جمهورية مصر العربية. وأضاف المصدر أن الحالة المصابة تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة تجاهها، إلى جانب تتبع المخالطين للتأكد من نتائج عيناتهم. من جانبها، قالت مديرية أمن الجبل الأخضر إن الوضع تحت السيطرة، وإن الحالة تم نقلها من قبل اللجنة الاستشارية الطبية، داعية المواطنين إلى التقيد بحظر التجول والحرص على التباعد الاجتماعي. أكدت لجنة مكافحة فيروس كورونا في بلدية بهري أن الوضع الصحي للحالة التي أعلن عن إصابتها بالفيروس أمس مستقر وجيد، وطلبت اللجنة أهالي البلدية بضرورة التقيد والالتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية وأخذ الحيطة والحذر تجنبا للإصابة. تعلن لجنة مجابهة فيروس كورونا ببلدية بهري إلى الأخوة المواطنين: تم تسجيل أول حالة موجبة داخل بلدية بهري، وتعتبر حالة مخالطة لحالات من البلديات المجاورة. وفق تقرير المركز الوطني لمكافحة الأمراض، وعليه ننوه إلى الآتي: أولا، على كافة سكان بلدية بهري الالتزام بأقصى درجات الحيطة والحذر. ثانيا، تعتبر الحالة مستقرة وتحت الملاحظة الطبية من قبل الأطباء المختصين. ثالثا، لا بد من اتباع الإجراءات الاحترازية اللازمة والتعليمات التي تصدر من لجنة مكافحة فيروس كورونا ببلدية بهري، ولا يعتد بأي إعلان يخالف ذلك إلا من الجهات المختصة بالخصوص. حفظ الله ليبيا. قال مدير مستشفى غدامس العام محمد ثني أن نتائج تحاليل عينات المخالطين للحالتين المصابتين بفيروس كورونا في البلدية جاءت سلبية. ثني أكد أن فرق الرصد والاستجابة السريعة قامت بحصر المخالطين وتوزيعهم على مجموعات، وبدأت بأخذ العينات من المجموعة الأولى وقوامها 28 مخالطا من الدرجة الأولى، حيث أثبتت التحاليل خلوهم من الفيروس.
بعد التسجيل حالتين في الأيام السابقة في بلدية غدامس في بفيروس كورونا، قامت الفرق الاستجابة السريعة وفرق الرصد والتقصي بحصر جميع المخالطين، فتم توزيع هذه المخالطين إلى مجموعات، فتم أخذ المجموعة الأولى اللي هي من الدرجة الأولى عدد 28 عينة، وأرسلت إلى مركز الوطني لمكافحة الأمراض السارية طرابلس. ولله الحمد اليوم وصلت النتيجة إلى مستشفى غدامس العام والنتائج جميعها سالبة، هذا ما يعطي مؤشر أن هذا الفيروس لن ينتشر بإذن الله تعالى بوعي وثقافة أهالي منطقة غدامس. وهناك مجموعة أخرى عددها 37 من درجة الثانية المخالطين، إن شاء الله كما سخر ربي اليوم أو غدوة توصلنا نتائجهم. أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصر قيام فريق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بسحب 18 مسحة أنفية بالعمية مختلفة وإرسالها لمركز مكافحة الأمراض بالبلدية في انتظار نتائج التحاليل. ودعت اللجنة في إيجاز لها الجمعة إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وحظر التجول بناء على ما اعتمدته الدولة الليبية. أجرى الفريق الطبي بالعيادة التنفسية التابعة لإدارة الخدمة الصحية سبها أمس جولة للكشف ومتابعة الحالات المصابة بفيروس كورونا والخضيعة للحجر المنزلي. ووفق إدارة الخدمات فقد قام الفريق الطبي بتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهذه الحالات والاطمئنان على وضعهم الصحي وصرف الأدوية الخاصة بهم، كما وجه لهم بعض التعليمات للتقيد بالإجراءات الوقائية حفاظا على سلامتهم ومنعا لانتشار الفيروس. زيارة أهلنا وكوتنا في المنازل الحجر الصحي، وإن شاء الله على أساس أن نأخذ منهم عينات طبية وعينات تحاليل طبية ورافعينهم الأدوية بإذن الله. للأسف في بعض العائلات ما قدرناش أن ممكن نتواصل معاهم نظرا للظروف الأمنية اللي أنتم عارفينها اليوم في يوم الجمعة هذا. وجه رئيس اللجنة العلمية الاستشارية العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد بطرابلس كتابا إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها بشأن إعادة إجراء التحاليل للحالات المصابة بفيروس كورونا والفترة المحددة لحجرها للتأكد من الحالات التي تم شفاؤها. وأكد رئيس اللجنة في كتابه الموافقة على حجر المصابين لمدة 3 أسابيع ومن ثم إعادة إجراء تحليل البي سي آر لهم، مشيرا إلى أنه في حال جاءت نتائج التحاليل سلبية فسيعتبر أن الحالات تماثلت للشفاء. من جهته أكد المركز الوطني سبها على أن أول يوم لإعادة إجراء التحاليل للمصابين بالفيروس سيكون الاثنين المقبل. مراسلنا عبد المنعم جهيمي للمزيد من التفاصيل. عبد المنعم أهلا بك معنا. مرحبا بك، تقول التحية لك ولجميع الزملاء. نعم عبد المنعم، كيف هو الوضع الوبائي الآن في سبعة؟ نعم، لا يزال المركز الوطني لمكافحة الأمراض يسجل إصابات جديدة كل يوم، يعني كانت بالأمس 10 حالات سجلت مؤكدة الإصابة بوباء الكورونا في سبها، منها 8 حالات مخالطة وحالتين جديدتان. الوضع الوبائي بشكل عام لا يزال مقلق للكثير من المؤسسات الصحية المحلية داخل المدينة وأيضا للسلطات المحلية بسبب عدم القدرة على تحديد مدى انتشار الوباء في المدينة، وأيضا بسبب عدم التزام الكثير من سكان المدينة بالإجراءات والتدابير الاحترازية والوقائية التي فرضتها السلطات المحلية داخل المدينة. مركز العزل الطبي بسبها توجد به الآن يعني 4 حالات، قبل قليل سجلت حالة وفاة لامرأة دخلت لمركز دخلت البارحه اخر الليل امس. اليوم قبل قليل توفت هذه المراه وكانت يعني في حاله صعبه. لم تسجل وفيات اخرى داخل مركز العزل الطبي في مدينه، وتوجد فيه الان 3 حالات، سيدتان ورجل مسن، والعلاج لحد الان. بقيه المصابين موجودين داخل منازلهم يتبعون الحجر المنزلي الذاتي. طيب. وتتم متابعتهم عن طريق فريق الرصد والمتابعه. نعم انا حول هذه النقطه يعني لنسقطها على ما ورد في المراسله ما بين اللجنه العلميه ومركز مكافحه الامراض في سبها،
هل الإشارة في للحالات المصابة المشار إليها في هذا القرار تشمل فقط الحالات التي تخضع الآن لحجر منزلي أم حتى من يتواجدون داخل المستشفى عبد المنعم؟ زي كما ذكرت لك المتوفين داخل المستشفى هم ثلاث حالات فقط، وحالات يعني كانت تمر باعراض صعبه وعندهم امراض مزمنه وكبار في العمر يعني، لكن بقيه الحالات اللي داخل المنازل وفي الحجر المنزلي بشكل عام صحتهم العامه جيده جدا، ما عليهمش اعراض خطيره، مناعتهم جيده بحسب الاطباء اللي متواصلين معهم، لذلك هم لا يحتاجون لنقل داخل مركز العزل الطبي، ولكن هناك يعني بعض الاراء تريد ان من السلطات المحليه ان تشدد على بعض الاسر الموجوده في منازلها وهي وبها مصابين، تشدد عليهم في موضوع الالتزام بالحجر بشكل كامل، عدم الخروج من المنزل، عدم استقبال الضيوف حتى تنتهي فتره الحجر. في بعض العائلات اللي هم عندهم اصابات من ثاني ايام العيد او ثالث ايام العيد يتم اجراء فحص للتاكد من شفائهم خلال يوم الاحد او الاثنين المقبل. بعد اجراء هذا الفحص وظهور نتيجه سلبيه سيتم الاعلان عن شفائهم بشكل كامل. نعم، هل هناك التزام من الحالات الخاضعه للحجر في المنازل عبد المنعم؟ بشكل عام نحن نتابع يعني الى حد الان نتابع التزام اكثر من 21 اسره داخل مدينه سبها، بشكل عام اغلب الاسر ملتزمه بعدم الخروج او الدخول من منازلها، وتقوم بلديه سبها ومخاتير المحلات وايضا بعض اهل الخير من الميسرين بتوفير احتياجاتهم، هم اغلبهم ليسوا اسر فقيره يعني، لكن لا يستطيعون الخروج للخارج، فيتم توفير حاجياتهم يعني من الغذاء، المواد الغذائيه، مواد التنظيف عن طريق بلديه سبها وايضا عن طريق مخاتير المحلات وعن طريق اهل، فهم ملتزمون بشكل كبير بعدم الخروج، ولكن سجلت بعض الخروقات عند بعض الاسر وتتعامل معها السلطات المحليه بجديه بحيث انها تتكرر. عبد المنعم جهيم مراسلنا في سبها، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. قامت فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة في إدارة الشؤون الصحية البيضاء بإجراء عمليات مسح شاملة وتحاليل خاصة بفيروس كورونا لنزلاء الفنادق من العائدين، وشملت عمليات المسح أخذ عينات من حوالي 507 أشخاص من النزلاء في 4 فنادق بينهم 5 قادمون من الجنوب، حيث أوضح المركز أنه بانتظار نتائج الفحوصات. تستعد بلدية طرابلس المركز وبالتعاون مع كلية الطب البشري بجامعة طرابلس وبإشراف مكتب الخدمة الصحية بالبلدية للبدء في المرحلة الثانية من برنامج المسح المجتمعي الخاص بفيروس كورونا في نطاق البلدية. وقالت البلدية أن المرحلة الثانية ستنطلق الاثنين المقبل بعد استكمال المرحلة الأولى من برنامج المسح المجتمعي والتي استهدفت 10% من المرافق الصحية التي تقدم الخدمة داخل نطاق البلدية، وهي فشلوم وسعيد فديري وشارع البي والنوفليين وبومليانا وجهاز الإسعاف والطوارئ. أعلنت إدارة الخدمة الصحية بالمرج مغادرة مجموعة من المواطنين الخاضعين للحجر الصحي بفندق المرج السياحي بعد أن أكملوا المدة المقررة وهي 14 يوما. وأوضحت الإدارة أن هذه المجموعة تضم 8 أشخاص عائدين من مدينة سبها أجريت لهم التحاليل الخاصة بالكشف عن فيروس كورونا وجاءت جميع نتائجهم سالبة، مشيرة إلى أن المغادرة تمت بحضور عضو اللجنة الرئيسة لمكافحة وباء كورونا ببلدية المرج وبإشراف أعضاء لجنة الرصد والتقصي والاستجابة السريعة. أعلنت إدارة الخدمة الطبية جالو أمس عن إجراء فحص طبي لمجموعة من الوافدين إلى منطقة الواحات بعد انتهاء مدة الحجر الصحي المقررة لهم وظهور نتائجهم سليمة. وأوضحت الإدارة أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة لوباء كورونا قام بإجراء الفحص الأخير لهذه المجموعة قبل مغادرتها الحجر الصحي وجاءت كل النتائج سليمة وخالية من فيروس كورونا المستجد، مشيدة بجهود فرق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية الفرعية بالواحات. أعلن المجلس البلدي غدا أمس رفع الجزئي للحظر الشامل المفروض على حركة المواطنين والمحال التجارية ابتداء من غد الأحد،
وأوضح المجلس في بيان له اليوم أن القرار جاء بناء على النتائج الأولية والمطمئنة للعينات وبعد التشاور مع الأجهزة الأمنية والحرس البلدي، مشددا على الجميع الالتزام بعدة ضوابط تشمل فتحا جزئيا لمحل المواد الغذائية والصيدليات والمخابز من 6 صباحا إلى 3 عصرا، وإغلاق باقي المحلات والمطاعم والمقاهي والأسواق الشعبية حتى شهر آخر. كما شدد البيان على المخالطين الالتزام بالحجر المنزلي لحين إجراء التحاليل المخبرية والتأكد من سلامتهم وضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية. أجرى مدير أمن طرابلس العميد سامع ودان أمس جولة تفتيشية شملت مراكز شرطة زاوية الدهمان وغط شعال وحي الأندلس وسوق جمعة وعين زارة للوقوف على سير العملية الأمنية فيها، مرورا بالتمركزات الأمنية المتابعة لتطبيق حظر التجول. وتابع مدير الأمن خلال هذه الجولة الجهود الأمنية التي يبذلها منتسب الشرطة بمديرية أمن طرابلس في تطبيق قرار الحظر، واختتم جولته بزيارة لهيئة السلامة الوطنية واللجنة الخاصة بمكافحة فيروس كورونا. نظمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بمقرها في مدينة سبها دورة تدريبية في كيفية التعامل مع جثة المتوفين بفيروس كورونا. وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي أن الدورة التدريبية استهدفت أعضاء من فريق الطوارئ والاستجابة للكوارث التابع لفرع الهلال الأحمر سبها، مشيرة إلى أن الدورة تشمل التعريف بالفيروس وطرق الوقاية منه وإجراءات التعقيم وطرق ارتداء أدوات الحماية واستخدامها ونزعها وكيفية تعقيم ودفن الجثامين وتغسيل الجثث. دعا المجلس التسييري لبلدية سرت أصحاب الصيدليات العاملة في نطاق البلدية إلى ضرورة فتح أبوابها أمام المترددين لشراء الأدوية وتقديم الخدمة الطبية إليهم. وطالب المجلس عبر صفحته الرسمية بفيسبوك إدارة الخدمات الصحية سرت ونقابة الصيادلة بوضع جدول مناوبة ليلية لعمل الصيدليات بواقع صيدليتين إلى 3 يوميا لتقديم الخدمات الطبية للمرضى وتوفير الأدوية لهم. وأشار المجلس إلى أنه سيتابع تنفيذ تلك الإجراءات ومحاسبة المخالفين، لافتا إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار توفير الاحتياجات الطبية للمرضى. افتتح وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوبة اليوم قسم غسيل الكلى في عيادة المجوري بعد إغلاق القسم في مركز بنغازي الطبي بسبب تخصيصه لمكافحة جائحة كورونا. وأوضحت المديرة العامة للمركز الطبي الدكتورة فتحية العريبي أن 26 مريضا سيتابعون علاجهم، حيث تم تجهيز القسم بكل ما يحتاجه المريض أو المرضى من أجهزة، مشيرة إلى صيانة القطع بالكامل سواء في البنية التحتية أو بتركيب الزجاج، إضافة للصرف الصحي وتركيب تكييف لكل الغرف. وشهدت العريبي بالجهود التي قدمت من قبل عميد بلدية بنغازي الصقر بجواري، حيث تولت البلدية تركيب مولد كهربائي متطور حتى لا تتأثر أجهزة غسيل الكلى في حال انقطاع الكهرباء. أطلق مكتب تعليم البيضاء مشروع لدعم الطلاب في ظل تأخر انطلاق الدراسة بسبب جائحة كورونا بالتعاون مع مكتب التفتيش التربوي والنشاط المدرسي ومكتب التدريب. ويعتمد المشروع على إطلاق برامج عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإطلاق برامج الدعم النفسي وأنشطة أخرى تعتبر مكملة للبرنامج العام المخصص لانطلاق الدراسة وتهيئة الطلاب. كما سيحظى المعلم من خلال هذا المشروع بدورات تدريبية تقام على مرحلتين، أولهما عن بعد والثانية عند انطلاق العام الدراسي، حيث تعتمد بشكل كبير على كيفية إعداد الطالب نفسيا وتجاوز مرحلة الغياب الطويل للدراسة. مكتب الخدمة الاجتماعية مقدم مقترح بخصوص إجراء مسابقات ونشاط عن بعد بين مدراء مكاتب أو بين السادة اللي في المؤسسات التعليمية اللي ماسكين مكاتب الأخصائي الاجتماعي والمرشد النفسي. نحن كمكتب تفتيش تربوي طبعا تم دعوتنا تقريبا يوم 21 مضال موافق 14/5 لحضور اجتماع في بنغازي بحضور السيد الدكتور وكيل وزارة التعليم لمناقشة
استئناف الدراسة والامتحانات بعد جائحة كورونا. وتم الاتفاق على أن الصفوف من أول للثالث والشهادات ستاند باي لغاية ما تستأنف الدراسة. بالنسبة للسنوات الناقل تم الاتفاق على إعداد أسئلة استرشادية في الصفوف من الرابع إلى الثامن والأول والثاني الثانوي الأدبي والعلمي. بعد الفاصل تتابعون. المفوضية الأوروبية تمدد حظر تحليق الطيران الليبي في دول الاتحاد للعام السادس على التوالي. أهلا بكم من جديد. مددت المفوضية الأوروبية حظر تحليق الطيران الليبي داخل دول الاتحاد للعام السادس على التوالي، وذلك وفقا لقائمات شركات الطيران المسمى قائمة الاتحاد الأوروبي للسلامة. وقالت المفوضية في بيان لها أن القائمة تسعى لإظهار شركات الطيران التي تخضع لحظر تشغيل أو قيود تشغيلية داخل الاتحاد الأوروبي لعدم استيفائها معايير الأمن الدولية. وأظهر آخر تحديث للقائمة حظر 96 شركة طيران معتمدة في 16 بلدا من بينها ليبيا بسبب عدم كفاية مراقبة السلامة من قبل سلطات الطيران. وكان الاتحاد الأوروبي قد حظر في ديسمبر 2014 تحليق طائرات جميع شركات الطيران الليبية في مجاله الجوي بسبب مخاوف تتعلق بسلامة الركاب. قامت بلدية بنغازي وبالتنسيق مع جهاز تنمية وتطوير المدن بوضع الحواجز الخرسانية لمنع دخول المركبات الآلية إلى حديقة 23 من يوليو وسط المدينة. وقالت البلدية أن هذه الخطوة جاءت لمنع دخول المركبات إلى الحديقة، ما يعرض حياة الآخرين للخطر ويضر بشبكة الري ويتلف الأعشاب والأشجار، مشيرة إلى شروع جهاز تشغيل واستثمار حدائق ومنتزهات بنغازي في استلام عدد من الحدائق التي تمت صيانتها لتشغيلها وحمايتها والمحافظة على نظافتها. أكدت الشركة العامة للكهرباء أن عمل الصيانة ما زالت مستمرة على خطي الجنوب الهضبة رقم 1 بجهد 220 كيلو فولت. كما أشارت الشركة إلى تواصل أعمال الصيانة في منطقة السدرة مشيدة في منشور لها على صفحتها بفيسبوك بالجهود التي يقوم بها عمال الشركة في المنطقة بالتعاون مع غرفة بلدية عنزارة. في وقفة إنسانية ولفتة كريمة شارك فيها أبناء مدينة بنغازي من فنانين وإعلاميين وكتاب بحضور ممثلين عن العامة للمجتمع المدني والهيئة العامة للإعلام والثقافة ومنتدى بنغازي الثقافي الاجتماعي. أقيم يوم الخميس الماضي حفل تبيين لشاعر الوطن ومدينة بنغازي المرحوم المهدي جعفر المعروف بشاعر الميناء. وحضر الحفل عدد كبير من الشعراء والمثقفين والأدباء، حيث شارك الشعراء بمجموعة من القصائد التي كتبوها على نهج طريقة الراحل المهدي جعفر. أمي دزتني جارتنا نشحت منها العافية، كانوا نمي فيه بياض لكن نار طافية. قالت لي أمي جمرك فوق الفح مرميه، عاد ما جاب الجمر وبالنشاشة ريح عطيه، نبي ندير براك عليه وبرم الطفلة صافية، وبعدين نجيب الكانون وجمرة يبكى يكبر فيه.
بدف يلم الواشون ونبقوا ملتمين عليه وتكمل ليلة دافية. عليك بكيني يا حاج مهدي تبكي عليك المين عليك بكاها وعليك سايلة بالدمع يا مطراه شعرها ومطراحك قديم حذاها ونا صاحبك ياما تلا قندينا قصيدك دوام العقل كي يقراها واللي ما قرا خليه بين بين قصيدك دوام اللي نوايا قراها واللي ما قرا خليه بين بين بغازي بكتب رجالها ونساها وليبيا تودع راضية. سعر صرف الدينار مقابل العملات الأجنبية. تذكير بالعناوين. تسجيل وفاة جديدة و16 إصابة بفيروس كورونا وعدد الإصابات يجتاز حاجز 400. النجار يؤكد تفاخم الوضع الوبائي في ليبيا ويصفه بالحرج. الموافقة على حجر المصابين في سبها 3 أسابيع كاملة حتى التأكد من شفائهم. نهاية النشرة، إلى اللقاء.